Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh, chers économistes. Dans la fin nous allons parler de la définition de la science économique. Nous allons parler de la science économique, la science humaine et sociale. La science économique est la science de l'aménagement de la rareté. La science économique est une science de la richesse. La science économique est une science de l'échange marchand. Nous allons vous parler pour la définition de la science économique. ملي كنتكلمو على لا سيونس ايكونوميك وكنعتبروها كعلم من بين العلوم الانسانيه والاجتماعيه لان كدرس لنا الرغبات ديال الانسان والانسان عنده الرغبات غير محدوده ولكن الموارد اللي غتخليه يلبى الرغبه ديالو فهي موارد محدوده وهنا كنتكلمو على المشكل الاساسي في الاقتصاد سي لي <applause> لي وإلا الإنسان تيحاول يقلب على الكيفية والطريقة اللي غيوظف بها الموارد ديالو باش يلبي الرغبات ديالو، وهنا هي ملي تنقولوا كيفاش يمكن لينا نديروا لوبتيميزاسيون، لأن لوبتيميزاسيون سي ان كونسيبت اللي هو داخل في العلوم الاقتصادية، يعني كيفاش يمكن لي نستعمل الطريقة المثلى اللي غادي تخليني نستغل جميع الموارد اللي عندي باش يمكن لي نلبي الماكسيموم ديال الرغبات ديالي وهنا كنتكلموا على واحد لو كونسيبت اللي كنسميوه لاميناجمون دو لا غارتي دونك تنقولوا بان يعني سي سونس كي هومان اي سوسيال لان كتدرس لينا الرغبات ديال الانسان يعني لوبجي ايتودي سي ليتر هومان وبالضبط سي لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان ديالو وكيف ما تنقولوا باش نقدروا نكملوا هذا لو بوين الاول ديال لا ديفينيسيون قلنا بان سي لا سونس دو لاميناجمون دو لا غارتي وكنقصدوا بها كيفاش الانسان يمكن ليه يستعمل الموارد ديالو باش يلبي الماكسيموم ديال الرغبات اللي عنده النقطه الثانيه ديال لا ديفينيسيون دو لا سيونس ايكونوميك كتعتبر اون سيونس دو لا ريشيس وشنو كنقصدوا بلا سيونس دو لا ريشيس لا سيونس دو لا ريشيس يعني كيفيه خلق الثروه وهاد الثروه هادي كتختلف ما بين اوتور لان اوتر اوتور مثلا ملي <applause> تنكونوا تنتكلموا على ادم سميث اللي كتعتبر لو بير فونداتور دي لا سيونس ايكونوميك ودوالينا على لا سيونس دو لا ريشيس يعني كيفاش يمكن للبلدان يخلقوا الثروه ويكم يطلعوا من الكميه ديال الثروه وكيفاش غادي يوزعوا هاد الثروه هذه ولا ريشيس بالنسبه لادم سميث راه هي لونسومبل دي فلو كي سون رياليزي او سان دو لاكتيفيتي ايكونوميك يعني جميع العمليات اللي كنقوموا بها داخل المجتمع الاقتصادي ودولينا ادم سميث على واحد النقطه مهمه باش نقدروا نترو من هاد الكيمياء ديال الثروه من خلال لو ترافاي اللي غادي يديروه الشركات كونسيرنون لا ريبارتيسيون ديال لي تاش وهنايا دولينا على واحد المثال معروف اللي كيتسمى في لاندستري ديال لي زيبانغ كيفاش يمكن لينا نديروا لا ريبارتيسيون دي تاش ونقسموا لي تاش ا دي تاش اللي هما يا بارسيليزي يعني صغار وكل واحد غيتكلف بواحد لاطاش وهنا غيجي عندنا لو برانسيب دي لا ديفيزيون دو ترافاي اللي غنتكلموا عليه اكثر مع تايلور في المانجمنت دونك هنا ادم سميث كيدوي لينا على لا كرياسيون دو لا ريشيس كيفاش نخلقوا الثروه في البلاد ديالنا كيفاش نكثروا من هاد الكميه ديال لا ريشيس سي لاكوميلاسيون دو لا ريشيس وما دويش لينا على لا ريشيس من المستوى الداخلي ديال بلادنا

اللي هي لوفر لا دوموند اي لو بري يعني ان سي سيونس اللي كتكلف لينا بكل عمليات الانتاج والعمليات الاستهلاك وعمليات التوزيع اللي كيكونوا داخل السوق بالمكون الرئيسي ديالهم اللي هو الثمن وغادي يجيو نظريات تحديد الثمن غنتكلموا عليهم من بعد والنقطه الاخيره اللي غادي نقدروا نلخصوا بها لا ديفينيسيون ديالنا ان لا سيونس ايكونوميك اي تي سيونس كي هومان سوسيال سي سيونس

العلاقة اللي كتربط الأشخاص داخل المقاولات ولا داخل المجتمع، كل واحد فينا عنده واحد الرغبة معينة تيحاول يلبيها، وباش يلبيها كيعتمد على الطرف الآخر، مثلا لو سالاريي إي لو باترون، لو سالاريي باغي أن سالير دونك غادي يخدم عند, عند أن باترون، و لو باترون باغي لي بينيفيس غيحتاج سيت كي أوم أوم، وكل إنسان هنايا عنده, عنده واحد الرغبة الرغبه ديال لو باترون باغي لي بينيفيس والرغبه ديال لو سالاري باغي ان واذا ما تحالوش يخدموا بعضياتهم حتى واحد فيهم ما غيلبي الرغبه ديالو كان معكم الاستاذ امين نصر الله وهذيك تعتبر اول حلقه في برنامج اونيف بودكاست اللي كيتكلم على سوتيا اونيفيرسيتير وبالضبط هنايا لو موديل ديال ا ليكونومي يا ترى